السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع الموديلو بيديني إن أنا أعمل صور كتيرة جدا أحتفظ بيها، بحيث إن أنا في الاجتماع أقدر أديله أكتر من صورة، ممكن في صور مشاكل أو صور أنا عايز أوريها للشغل بتاعي، فبقول له سكرين كابتشر بيبدأ ياخد الصور، أقدر أغير اللقطة في أي لحظة وأروح باخد صورة تانية. أجي هنا أقول له خليها فري وأقول له عايز صورة تانية، فيبقى عندي أكتر من صورة، بحيث أثناء الاجتماع أقدر أتنقل بينهم، اقدر اعمل له داونلود في اي لحظه، أو ممكن اقول له انا عايز درجه عاليه، ممكن ابعته ايميل لو انا عايز السكرين شوت دول، ممكن اعمل لهم داونلود كلهم مره واحده. فكل دوت اقدر اتحكم فيه من خلال الموقع، بحيث يبقى يسهل لي البرزنتيشن بتاعي.